يا من دخلت عليه أيام العشر من ذي الحجة لم يحرر قلبه فيها نيات، اتق الله وتعلم صالح النيات، انوي القيام بأمر الحق والإكثار من الطاعة وبر الوالدين وصلة الرحم وكثرة القرآن وصيام ما تيسر لك من أيام العشر ولا أقل من يوم عرفة لغير الحاج. وروي من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة 700 عام. أيها المؤمن بالله، تعلم النيات في استقبال الليالي والأيام. أقلبك محبوس في نية أجهزة البيت وفرشه وأدواته وثياب العيد التي تظهر بها أمام الناس وكسب المال بعد ذلك وقضاء الوقت في اللعب؟ ما تعرف غير هذه النيات؟ من حبس قلبك في هذا السقوط؟ من حبس قلبك في هذا الهبوط؟ حرر النيات الصالحة واستكثر من الأعمال الصالحة في ليال غرار أقسم بها الإله الأكبر وأيام زاهرة منيرة شؤونها لدى الله كبيرة. أيها المؤمن بالله، إن كان في بيتك يسمع صوت الغافلين فاتق الله وليسمع صوت الذكر في بيتك ليالي العشر وما بعدها وأيام العشر وما بعدها. إن كان البيت قد أظلم بكلام أهل الغفلة والفسق أيام وليالي مضت فاتق الله وقم بعمل صالح، إن كنت تدرك أنه لا قيمة لك إلا بعملك. نيتك وعملك وأقوالك هي التي تحكم عليك واعتبارك حسبها يكون. نوِّر دارك وبيتك بذكر الرحمن والقرآن وبالصلاة على النبي محمد من أنزل عليه القرآن وبكثرة التسبيح والتهليل والتحميد للملك المجيد